هاي أصدقائي، معكم الشيف إيفا من إسبانيا، الترجمة والمونتاج لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا أحبتي. رجعت لكم اليوم وبعد غياب 3 أسابيع بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2022. كل عام وأنتم أحبتي وأصدقائي بكل خير، وليجعله الله عام خير وسلام ومحبة في قلوب الناس أجمعين. وصفتنا أحبتي لهذا اليوم هي Smooth Drink Number 14، أي المشروب الناعم رقم 14، والذي يندرج تحت قائمة المشروبات الصحية والطبيعية بنسبة 100%، أي المشروبات الناعمة Smooth Drink. تجدونها في قوائم التشغيل على قناتنا. أحبتي، أولا وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا ليصلكم منا كل جديد. ولتتعرفوا على كيفية إعداده تابعونا بعد لحظات، سنعمل على إعداده مع بعض. أحبتي، وها هي المقادير أمامكم على الشاشة. أوراق من النعناع مغسولة ونظيفة وجافة، أنا وضعتها لكم في الطبق. حبة من الليمون الحامض، ثلاثمائة وثلاثون مليلتر من الماء، حبة كبيرة من المانجا، وحبة خيار. ها هي أحبتي المقادير كما ترونها أمامكم على الشاشة. بعد قليل سوف نبدأ بطريقة إعدادها قبل مزجها في الجهاز. أترككم معها لحظات. الآن أخذت الليمونة، سوف أعمل على تقشيرها مع مراعاة إزالة القشرة البيضاء التي تحيط بالليمونة أثناء التقشير، ذلك لأننا لو قشرنا الليمونة مع وتركنا القشرة البيضاء سوف تسبب لنا المرارة. أترون كيفية تقشيرها؟ أنا أعمل على إزالة القشرة البيضاء تماما من الليمونة. وبعد أن قطعت الليمونة وضعتها في الطبق الخاص لها، والآن أخذت حبة الخيار المغسولة والنظيفة والجافة. الآن أعمل على تقطيعها على شكل حلقات كما ترون في الفيديو. الآن سوف أضعها في الطبق المخصص لها. ها هي. وها هي حبة الليمون مقشرة ومقطعة وخالية من البذور. الآن سوف أخذ حبة المانجا وأعمل على تقشيرها أولا. أولا أعمل على إزالة رأسي المانجا، وبعد ذلك أبدأ بتقشيرها كما ترون أمامكم في الفيديو. فبهذه الطريقة يسهل عليكم تقشيرها تماما.
الآن وبعد أن قشرنا حبة المانجا سوف أعمل على تقطيعها. يجب أيضا الانتباه من عند استخدام السكين لتقطيع حبة المانجا. هنا يجب الحذر من استخدام السكين تماما. لذا أنا أحاول أن أجعل السكين بعيدة عن أصابعي كما ترون، وأحيانا أمسكها في الشوكة، هكذا أفضل لضمان سلامتنا. هذا يكفي. لنرفع حبة المانجا، فقد أخذنا اللب. الآن نعمل على تقطيع لب حبة المانجا كما ترون. ها هي المانجا أصبحت مقطعة وجاهزة. الآن أضعها في الطبق. أحبتي، ها هي مقاديرنا بعد أن تم إعدادها، قد أصبحت جاهزة كما ترونها أمامكم على الشاشة. الآن أحبتي نأخذ الخلاط ونضع فيه مكوناتنا. أولا نبدأ بالماء، نضعه هكذا في الخلاط. بعد ذلك نضع حبة الليمون، الآن نضع النعنع، أوراق النعنع عفوا، الطازجة، وأخيرا حبة الخيار. لم يتبقى لنا سوى المانجا. ها هي المانجا، نضعها في الخلاط هي الأخرى، وبذلك تكون جميع المواد لإعداد مشروبنا لهذا اليوم قد أصبحت في الخلاط. والآن سوف نبدأ بمزجها. آه أحبتي، تذكرت شيئا، فقبل أن نبدأ بخلط المواد مع بعضها البعض نعمل على تجهيز القدح الذي سوف نضع فيه مشروبنا.
نصبر قليلا على مشروبنا في الخلاط ليصبح ناعم جدا. وها هو قدحنا، قد جهزناه كما ترون أمامكم في الفيديو. الآن أوقفنا الخلاط لنرى فيما إذا أصبح مزيجنا جاهزا أم لا. يبدو أنه بحاجة إلى المزيد من المزج، لذا عدت الغطاء والآن أحبتي أصبح مشروبنا جاهزا. لم يتبقى لنا سوى سكبه في قدح التقديم كما ترون أمامكم على الشاشة. نرفع الخلاط جانبا ها هو قدح التقديم أحبتي. والآن نسكب مشروبنا في قدح التقديم. كم يبدو شهيا. ها هو الشكل النهائي أحبتي لقدحنا قبل التقديم. بعد قليل سوف أعمل على تزيينه ووضعه لكم بشكله النهائي الجاهز للتقديم. يمكنكم أيضا وضع حبات من المانجا وحبات من الخيار معهم للزينة. أحبتي، كلنا يعرف ما للمشروبات الطبيعية من فوائد صحية، فلذا اعتمدنا مشروباتنا الناعمة على قناتنا هذه، فهي مشروبات صحية ومغذية ولذيذة وسريعة التحضير. ها هو الشكل النهائي أحبتي لمشروبنا لهذا اليوم أحبتي. وبهذا يكون قدحنا من المشروب سموث درينك نمبر 14 قد أصبح جاهزا. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم ورضاكم. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف. يمكنكم أيضا اعتماد هذا المشروب لكم ولأطفالكم وأحبتكم وضيوفكم الكرام أيضا. وأخيرا، إذ ما أعجبكم الفيديو أحبتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. تفاعلكم مع قناتنا وترككم للتعليقات يسعدنا، وأي استفسار اتركوه لنا في التعليقات سوف نرد عليكم بأنفسنا وبنفس اليوم. صديقتي أنخلة هي من سوف ترد عليكم. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف إيفا من إسبانيا. أديوس.